الناس كلها واخده بقى فكره ان انا رئيس مهرجان، فان انا مش هشتغل في الاخراج. منور الدنيا. ويعني طول عمرك انت بتعمل مهرجان اسماعيل، بس انت النهارده في دور مختلف، ان انت مخرج مهرجان الغردقه للموضه. يعني ايه جات لك منين فكره الاخراج، وناوي تعمل ايه مختلف في المهرجان بعد اللي قبل؟ هو طبعا الاخراج، ما انا اخرجت معاها السيزون اللي قبل اللي فات، وانا بخرج كذا مهرجان يا احمد. الناس كلها واخده بقى فكره ان انا رئيس مهرجان، فان انا مش هشتغل في الاخراج. لا، هي خلاص الواحد دي شغلانته واكل عيشه، ان انا مش هقعد كل سنه استنى السيزون بتاعي. لا، في فكره ان انا بتعمل افكار جديده، فكره ان احنا بنعمل النهارده مهرجان على البيتش وعرض ازياء على البيتش من غير كات هوك. ده فكره جديده، وده اللي لا ده اللي احنا بندعم بيها الفتره اللي جايه، الافكار الجديده. غير كات هوك وعلى البيتش، يعني في وسط الرمل مثلا. على الباك جراوند هو البحر. يعني انت ضامن حركه البنات هتبقى سليمه في الرمل وفي الحاجات دي؟ دي بقى بمساعده المصورين، اللي احنا معانا تيم مصورين شاطرين، يعني اكيد هيقدروا يعملوا ده. وانت بتدي الفكره وبتحط الفكره، وبناء عليه بتدرب البنات على ده؟ بدرب البنات على ده. يعني عايز اعرف منك كمان، مرسى علم شفت المكان ازاي، وايه المختلف عن الاماكن السياحيه الثانيه خالص؟ مرسى علم يا احمد عامله زي دهب بالظبط، استجمام، ما فيهاش نايت لايف، ما فيهاش الكلام ده كله. انت بتستجم، بتيجي هنا ما بين الميه وما بين الغرفه، بتاكل والشرب بس، هو ده الاستجمام. حتى المزيكا، بس ما فيش مزيكا، المزيكا هاديه، الكلام ده كله. حلو. فكره اخراج مهرجان هتحتاج تبين السياحه اكتر، وهتعمل ده مع الشغل بتاعك ولا ايه اللي هيحصل؟ بص، هو المهرجان استاذ علاء بتعمله لدعم السياح، فانت احنا عندنا هنا برضو في جيست اجنبي في وسط المصري، يعني بتظبط العلاقات ما بين مصر وخارج مصر، بتعرف الناس ان احنا بنعمل حاجات حلوه، بتعرف الناس ان احنا بنعمل حاجات شيك. الفاشن ديزاينر بتعمل حاجات شيك، الهير دريسر، البيك اب ارتست، كل ده كل واحد في مجاله بيعمل حاجه هو عايز يظهرها كشغل كويس. بس انت فاهمني، انت بتشتغل على ده وبتشتغل على ده وبتشتغل على ده، طلع بقى من المنتج حاجه كويسه. لو انت بتعمل بنص ثلاثه، طيب بنات بتعمل على الرمل، هل معنى كده ان هيبقوا لابسين شوزات ولا ممكن يبقوا؟ لا خالص، ممكن الهيلز تبقى في الايد، ممكن تبقى ماسكاها في ايديها. انا اقول بصراحه حفيف. حفيف ممكن، ما هو ده الجديد. انت ما انت خلي بالك، العريس والعروسه دلوقتي بيعملوا ايه؟ بيتصوروا حفيف. العروسه ما بتلبسش الهيلز، بتلبس كوتشي. انت فاهم، في كل افراح بتلبس كوتشي عشان خاطر تظهر بالفستان، ما تعرفش تمشي بالهيلز. في عندنا فئات كتير ما بيعرفوش يمشي بالهيلز النهارده، في براك كتير في كل حاجه ما بيعرفوش يمشي بالهيلز. فانت استغليت ده وسهلت الموضوع على نفسك. سهلت الموضوع، وكمان عشان ما يبقاش في هو هياخد رياكت كتير وناس تتكلم، وبالفعل هو اتعمل بره. انا واخد الفكره من بره مصر، وانا بحب اجيب الافكار من بره مصر، وان شاء الله انا عندي في الفتره اللي جايه 3 مهرجانات تانيين هعمل بيهم افكار جديده. حتى في التدريبات، بالتدريبات والفوتوشوت والكلام ده كله. نفس البنات اللي معاك هنا من نقدر نقول من مهرجان ميس نايل؟ يعني في منهم كتير قوي معايا، بنات خدت القاب، بنات ما خدتش القاب، كذا حاجه.